قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري إن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا في محادثاتهما على محاولة عقد مؤتمر دولي لإنهاء الصراع في سوريا. الهدف من المؤتمر وفقا لمسؤولي السياسة الخارجية في البلدين هو جمع ممثلين للحكومة والمعارضة في المؤتمر الذي من الممكن أن ينعقد أواخر الشهر الحالي. وفي كلمة له قال لافروف إن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تشجع كل من الحكومة السورية والمعارضة للسعي إلى حل سياسي. اتفقنا كذلك على الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول سوريا في أقرب وقت ممكن، ربما نهاية هذا الشهر، مؤتمر سينظم بناء على ما خرج به المؤتمر السابق في يونيو حزيران العام الماضي في جنيف. وكان كيري دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمساعدة في إيجاد أرضية مشتركة حول النزاع في سوريا.